نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والتواب وأن يسكنه فيه فسيح جناتك وأن لا يفتن بعده ولا يحرمن أجره وأن يسكننا الجنة وإياه شكرا لإخواننا أعزكم الله سنواصل الدفاع حدنا للزعزع سنواصل الدفاع حدنا للدفاع سنواصل الدفاع حازم لله الاتحاد العام للشقالين ابن البيت الاستقلالي بامتياز منذ ستينيات القرن الماضي والمغرب يناضل من اجل تنظيم نقابي يؤمن بحريه التقطير والتعبير ويرفض التبعيه وهو الفكر الذي حمله عبد الرزاق افلال وقاد تنظيما من خلاله ضد البورصوية وضد تدجين العمال وتنميطهم ضمن أنصاق لا تسعى إلا للدفاع عن ما يسمى بالخبز ولا تؤمن بحرية العامل للتفكير والتعبير والتطور العملي والمشاركة في تدبير الحياة المهنية والقطاعية ترابيا ذلك الكبير لاستقبال الاخ رشيد افلال النائب الممالي ونجم المرحوم عبد الرزاق افلال فشكرا جزيلا. الكلمات الطيبه حقي المرحوم انا مزيان من جعنا تسلوني الميكرو لان هذه المعاناه الحمد لله اللي كاين كاين في البلاد وعند الملك صاحب الجلالة محمد السادس نصره الله. فأنا يوم تذكره يوم الوفاة ديال سعد الرزاق قلت وكنت أنتظر التعزية وباقية التعزية الملكية وربما تقدر ما تجيش كان غيكون هذيك الساعة وفاة ديال الوالد مرتين المرة الأولى كجسد ولكن المرة الثانية كتاريخ ولكن صاحب الجلالة نصره الله أعطاه واحد البقية واحد الشهادة تلك الرحيم وهذا أحسن تكريم لذاك الرحيم. إذا السؤال بالنسبة للعراقيل الموجودة ديال وزارة الشباب والثقافة والتواصل وأيضا إلى السيد الكاتب العام الاتحاد العام شغال المغرب اللي هي طاقته هذه الدورة ألا هو اختيارهم لهذا تسمية الدورة باسم عبد الرزاق افلال وثم على استضافتي من أجل أن نتشارك في قراءة بعض أو جزء من تاريخ الحركة النقابية في المغرب وهنا سعيد في الحضور لهذا اللقاء اللي هو في قراءة في كتاب عبد الرزاق افلال كفاح نقابي في حزب الاستقلال وسعيد ايضا كون ان الدوره هذه تعطى لها الاسم ديال المرحوم عبد الرزاق افلال كانت يعني الدردشه مع اطوف ديال الاتحاد العام دردشه مهمه وتنتمنى انه مازال ان شاء الله تكرر هذه الدورات اللي هي ما يمكن الا
نشكروا فيها الاتحاد النقابات. ما تنسوش تابوناو فلاشين وتأكتيفو الجرس باش يوصلكم الجديد من فيديوهات المغربي اليوم.